ظروف الإقامة في السجون، مش نحكي على أوضاعي الحالية، أو مش نحكي في الحقيقة كان على الأساليب بتاع التعذيب اللي تعرضت لها. التعذيب اللي تعرضت له أول مرة خلال 17 يوم الأول اللي حكيت عليهم، تعذيب كان بأساليب مختلفة. من أول ما شدوني الحقيقة، ومن اللي وصلت ومن قبل اللي نوصل، من اللي شدوني وأنا تعرضت للضرب، ضرب مبرح، وبعدين يهزوني معناها في كهرباء عليها علامة بتاع طبيب، هزوني وزارة الداخلية، ومن اللي وصلوني وزارة الداخلية أمروني بنزعان دبشي، رفضت نزعان دبشي، نحولي دبشي بالقوة، معناها تقطع سوري، تقطعت والسروال تقطع، ومعناها ترموا علي عدد كبير من البوليسية، ونحولي دبشي بالقوة بعد ما قطعوه. وأول ما عملولي غمزوا لي عيناي وسكروا لي فمي، غمزوا لي عيناي بخرقة بتاع قماش، وسكروا لي فمي بخرقة بتاع قماش، وعلقوني في الشكل بتاع الدجاجة المصرية، معناها ما بين زوز طواول في وسط عصار. وأول ما عملولي عملولي ساعقات كهربائية، معناها كانوا حطولي حاجة، نحس حاجة بتحط على بدني، وانت ضرب كاين تضرب بالكورون، كورون رقوي، ونعيط. وبداولي بالساعقات الكهربائية هذيك من صبعي الكبير حتى قبعت راسي، وفي الأماكن الكل بتاع بدني بما فيه في العضو التناسلي بتاعي. وبعد تالي هبطوني، كيف هبطوني نلقى بدني كله أحمر، فيه بلايس بلايس أحمر زرق، دبشي كله مقطع. هبطوني ليلتها اللوطة، معناها الكاب بتاع وزارة الداخلية، ورجعوني من غدوة. من غدوة دخلوني للمسؤول بتاعهم اللي هو مسؤول أمن الدولة في الفترة هذيك، عز الدين جنيح. عز الدين جنيح حاول يتاحلي معنوياتي، حاول يقول لي انت راك مورط، ودبر راسك راهو ما فيه تعامل معانا، ولا راهو دبر راسك. وبعد تالي قال لهم هزوه، وكان ما دخل يموت. وقت اللي هزوني دايرين بي عدد كبير زاد من العوان، من البوليسية. الشيف بتاعهم قال لي شنو توا، البانو ولا الجيجة؟ بعتالي عمل روحه يحسب على صوابعه، البانو الجيجة، البانو الجيجة. وبعتالي قال البانو، نزعوني دبشي كل، كتفوا لي دايا التالي، وكتفوا لي ساقايا، وعلقوني في السقف بالطريقة بتاع البلانكو، علقوني بالسقف، وحطوا لي واحدة آنية كبيرة بتاع ماء، فهمتني، كيل برميل معناها تحتي مليانة بالماء، ومعلق في السقف من ساقايا، ويهبطوني بكسيستام بتاع البلانكو ديني المصفي، فهمتي، لين تغم نصفي الفوقاني الكل هذاك يتغم بالماء، يتقطع لي النفس، نجبد الماء لصدري وكرشي، نجبد وقت اللي نتعبى معناها بالماء ونفقد الوعي، يخرجوني باك سيستم تاع البلانك. وبعد اللي يعاودوا هبطوني، وقت اللي يخرجوني يخرج الماء ونفيق، يعاودوا هبطوني. الاول مره الاولى، والمره الثانيه، والمره الثالثه، ما فقتش بروحي، نفخت بروحي غير مديني على طاولة، فوقوني من فوقها، هبطت من فوق الطاولة، نكح باقي ونخرج في الماء، ونبزق في الدم، ولو يجريوا فيه في الكلوار، واني باقي نخرج في الماء والدم ونكح، وهم يضربوا فيه ونمشي في الكلوار. وبعد تالي عودوا على القني من جديد، قالوا لي توا الجيجة، عودوا على القني من جديد عن الطريقة هذيك، نكت في داية وساقايا وبعصا ما بين زوز طواول، وزيد أكثر من هيك يضربوا فيا وقتها على راسي وعلى البلايس كل تعبدني، وزيد واحد منهم وقف لي على ساقايا اللي هم معناها زيد واقف عليهم بصباته. البيت معناها في الحقيقة كانت كلها طبعة بصبابتهم وما مسيب وبتاعك، وهم باقي يضربوا فيا لين لين في الحقيقة أنا مسكت لهمش، نسب فيهم ونتحدى فيهم، وكل مرة هو
ما تنجم تعمل لحد شيء، وهم يضربوا ويضربوا ويزيدوا يضربوا ويزيدوا يضربوا، لين فما واحد منهم في الحقيقة خرج على الطور بتاعه، ومعناه كان معناه كنت ممكن حتى يقتلوني بالضرب، ولو هما ذاتهم أصحابهم خرجوه من الباب وخلوه، وبعد تالي زعم دخل واحد منهم وهبطوني، فهمت، دخل واحد منهم وهبطوني وحطوني على الكرسي، حطوني على الكرسي وكتفوا لي يدي معناها في الكرسي ومنعوني من النوم، معناها الليل كامل، ومن غدوة الصباح عاودوا نفس السيناريو بتاع التعليق، وقعدوا في الليل يمنعوني من النوم وحطوني على الكرسي مرتاح، ولاو كيف سقايا تنفخت، ولاو جابوا لي كرسي قدامي باش نهز السقايا، نحط الكرسي هذا نحط عليه السقايا، يرتحوا لي في الليل، ومن غدوة الصباح يعاودوا يعملوا لي نفس الأسلوب بتاع التعليق هذاك، طريقة الدجاجة روتين. 7 أيام خلوني على الموال هذايا، معناها بالتعليق وبالمنع من النوم، وبعد تالي وقت اللي هبطوني معناها في الحقيقة وليت غير قادر على المشي، تقريبا غير قادر على المشي، ولو هبطوني للكاف بتاع وزارة الداخلية، ولوحوني فهمتني في بيت، فهمتني وحدي على جراية مصها معناها ستاك، كل نهار ولاو يخرجوني لبرا يقول لي امشي بشوية امشي باش نجم نرجع نمشي على ساقايا، لكن ما نجمش نمشي، نمشي خطوتين، أي حاجة نعثر فيها، أي حاجة طالعة في القاعة معناها نعثر فيها نتيح. قعدت معناها 17 يوم في وزارة الداخلية وباقي ما نجمش نمشي على ساقاي، رغم كيك عدوني لحاكم التحقيق، حاكم التحقيق ريح حالتي كاكا، وأجل التحقيق هزوني للسجن المدني في تونس، هزوني للسجن المدني، حبوني نرتاح، حبوني نرتاح، ممكن بلكش نولي نجم نمشي على ساقاي وآثار إلا كانت إيديا معناها تاع حبل تاع التكتيف تاع إيديا وتاع التكتيف تاع ساقاي، مازال ظاهرة. زاد خلاني مؤجل التحقيق مرة ومرتين وثلاثة، ونهار تلت عادي تاع التحقيق باقي غير قادر نمشي، وباقي معناها رجلي معوجة وراوه من المحامين، ورغم كيك وقت المحامين وين طلبت والمحامين طلبوا تعديتي على فحص طبي رفض حاكم التحقيق نور الدين بن عياد، وقتها عميد قضاء التحقيق نور الدين بن عياد رفض عرضي على الفحص الطبي، وما حب يحط في المحضر قالوا بقى سياق الفترة هذيك، غير انه اني قلت اني اتعرضت للتعذيب، مش على لسانه هو، اني ادعيت ولا قلت اني اتعرضت للتعذيب، هذه الحاجة اللي وقع صياغتها في المحضر. بعد تالي تعديت للسجن، في السجن الحقيقة ما زلت ما نجمش نمشي على ساقاي، عملت ضرب جوع، عدوني السجن المدني برج العامري، عدوني السجن المدني برج العامري وحدي، معناها سجين بتاع فكر، سجين سياسي مع كلهم سجين بتاع حق عام، اعطوني اكثر وقت في اللارية باش نمشي، معناها في نمشي في اللارية باش تتحسنش وضعية بتاع ساقايا، قعدت مدة غاديكا، لكن في نفس الفترة هذيك تعرضت للاكتئاب العنف،